شرف يا استاذ جلال، شرف يا لك. شرف. يسلم وديات حضرتك. بس اللي شو مواصفات الزبون اللي بدك اياه؟ ها انا رح فهمك يا ابو عجاج. اولا بدي اياه ابن عزمه لنا، يعني من عائله عريقه وغنيه، مسؤول كبير ما في مانع، مثقف مشهور، ماشي الحال. بس اوعك تجيب لي واحد من الرعاع او السوقيين او هدول اللي بسموهم محدثين نعمه، بزعل منك. ها لا استاذ جلال، هيك انت عم بتصعبها كثير. انا هيك زبون منين بدي اجيب لك؟ ما بعرف، دبر حالك. انا هذا شرطي، بيت العز انا ما ببيعه لمين ما كان، مثل ما عملوا اولاد عمي، ما ببيعه ولا بشكل. وقد ايه بدك حقه سيدنا؟ اقل من 25 مليون انا مالي هون منوب. لا تصفن حبيبي، انا مالي هون منوب. يسعد لي الصباح استاذ جلال، معك ابو عجاج. اهلين ابو عجاج، طمني صار معك شيء؟ ما في شيء استاذ، كل خير ان شاء الله. بس جانا زبون للبيت لقطه. عظيم، يعطيك العافيه. من بيت مين هو؟ لحظه شوي. عفوا معلم، شو اسم الكريم؟ الله سعيد الحراق. سعيد شو؟ الحراق. عشت الاسامي استاذنا. سعيد الحراق. بيت حراق؟ ما سمعت فيه العيله. اسال لي اسمه قدامك، شو بيشتغل هذا؟ لحظه استاذ، عفوا معلم، حضرتك شو بتشتغل؟ انا بصلح صوبيات وبنفض حمامات ومداخن. ايوه، يعني مثل مهندس تقريبا، فينا نقول مهندس. ايه استاذنا، هو ميكانيكي صوبيات وفني حمامات. لك شو عم تحكي انت يا ابو عجاج؟ شو عم تحكي؟ يعني مو ناقصني الا معزل المداخن حتى يشتري بيت العز؟ طبعا حبيبي، اكيد هذا كله شحار وسخام. ما احلى بكره بس يشتري البيت، يسرح ويمرح وينام وياكل هو واولاده محل ما ترعرعت انا وابي وجدي الله يرحم ترابهم. لا لا لا، ما بصير. لك ما بصير يا حبيبي، معقول انت يا ابو عجاج؟ انا بعتبر هي اهانه موجهه. بقى بترجاك الله يخليك، لا تخبرني مره ثانيه اذا اجاك هيك زبون، اطلع على ورقه من عندك. ايه طبعا، الله معك، مع السلامه. معزل المداخين، شحا.